السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انحسار مياه البحر في مصر ولبنان يثير الرعب والهلع. تراجع مفاجئ وانحسار لمياه البحر المتوسط أمام شواطئ سيناء لأكثر من 10 أمتار. هل هناك تخوف من حدوث موجات تسونامي عقب انحسار مياه البحر المتوسط؟ وهل هناك علاقة بين ما حدث والزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا؟ خبير يوضح. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب، وإذا أردتم أن يصلكم كل جديد فاشتركوا في القناة. شهدت شواطئ محافظة شمال سيناء اليوم الأحد انخفاض ملحوظ في منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة تحدث لأول مرة، أكد أهالي مدينة العريش لصحيفة القاهرة 24 أنهم فوجئوا منذ أمس السبت بتراجع ملحوظ في شواطئ البحر المتوسط قبالة شاطئ مدينة العريش وعدد من الشواطئ الأخرى بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد شمال سيناء وبعد سيناء المصرية. أثار أيضا انحسار مياه البحر في لبنان حالة من الهلع لدى الأهالي، إذ تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد صورا ومقاطع فيديو توثق تراجع مياه البحر في منطقة عدلون مع ظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ، مما دفع أحد الخبراء للتعليق. ووفقا لموقع لبنان 24 فإن أبناء المنطقة أكدوا أن المشاهد التي رصدوها غريبة، متوقعين أن ما ظهر مؤخرا في بحر عدلون قد يكون سببه الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فيما رأى ناشطون آخرون أنه لا علاقة للزلزال والهزات بما شهده شاطئ المنطقة الجنوبية، مؤكدين أن المشهد عادي جدا، بينما التصدعات التي جرى تصويرها قد تكون قديمة ولا علاقة لها أيضا بالهزات التي حدثت. خبير يوضح. نقل الموقع اللبناني عن الخبير في علم الزلازل ويلسون رزق قوله أنه لا علاقة أبدا بالهزات أو الزلزال الأخير بتراجع مستوى مياه البحر في تلك المنطقة أو في أي منطقة أخرى، وأضاف أن هناك الكثير من العوامل الطبيعية التي تؤدي إلى تصدعات في بعض الصخور البحرية، مشيرا إلى أن الربط بين الزلزال والهزات والتصدعات في صخور البحر إلى جانب تراجع مستوى المياه هناك ليس دقيقا بدرجة كافية. كما أوضح رزق أن الفوالق الزلزالية الرئيسية التي تمر في لبنان وعددها 3 فوالق تتحرك بشكل دائم ومستمر، وأن لبنان يشهد يوميا ما بين 8 إلى 10 هزات أرضية بدرجة من 2 إلى 3 على مقياس ريختر، إلا أنه ما من أحد يشعر بذلك. وتابع الفالق البحري الموجود في لبنان أيضا يتحرك بشكل طبيعي، ومع هذا فإنه لا صحة أبدا لكل ما يثار باستمرار عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان الذي يعتبر خارج دائرة الزلازل الكبرى. سلم يا رب سلم، دمتم في أمان الله، شكرا جزيلا.